واحد من المخططات اللي شكلها كويس جدا لو انت بتقارن قيمه عبر الزمن، يعني زي المخطط اللي انتم شايفينه دلوقتي ده اللي اسمه ريس بار تشارت. عشان تعمل مخطط زي ده كان امر يحتاج لشويه مجهود، يعني حتى في طريقه تنظيم البيانات، لغايه ما مايكروسوفت اضافت الريس تشارت جوه الباور بي اي. فلو انت عندك باور بي اي تقدر بعد ما تعمل ساين ان تقدر تعمل مور فيجوالز وتضيف الريس تشارت على الباور بي اي. مجرد ما بتضيفه لو انت عايزه ثابت على طول تقدر تعمل له بين بحيث يفضل موجود، لو انت بس هتستخدمه مره وبعدين عايزه ما يكونش ظاهر في الفيجوالز فهتسيبه هنا. تعالوا بس نضيف الداتا اللي هنبني عليها البار تشارت بتاعنا. البيانات بتاعتنا بسيطه جدا، عندي مجموعه من البرودكت حوالي 6 منتجات اللي بينتموا لعدد من الشركات والايرادات اليوميه على مدار حوالي 10 سنين، يعني من 2010 تقريبا لغايه 2017 او بدايه 2018 كمان. الملف ده مش كبير، احنا بنتكلم في حوالي 55000 ترانزاكشن. تعالوا نضيف البيان ده للباور بي اي، لان البيان بتاعي متنظم كويس ومش محتاج اعمل عليها تعديلات، انا ممكن اعمل لود مباشره. لكن لو انا عايز اعمل اي اضافات زي مثلا ان انا اطلع اسم الشهر من التاريخ فممكن اعمل ترانسفورم داتا، لكن في المثال ده تعالوا نعمل لود مباشره. البيانات بتاعتي اضافت هنا في السيلز، مجرد ما انا هاخد الفيجوال اللي اسمه ريس بار تشارت واضيفه هيظهر عندي نيم وفاليو وبيريود. النيم الحاجه اللي هقارن على اساسها وليكن البرودكت، ولو انت واخد بالك مش هيحصل اي تغيير واضح في الريس تشارت. الفاليو اللي هقارن بيها هي الريفني او المبيعات او الايرادات، برضه مش هيحصل تغيير واضح. التغيير هيحصل حقيقه لما تضيف التاريخ في البيريود، هيبدا بقى هو يعمل البار تشارت او الريس بار تشارت. الريس بار تشارت حاليا شغال يوم بيوم، انا مش عايزه كده، انا عايزه سنه بسنه. فهاجي من تحت هنا من الديت من الهيراركي اللي هو عمله ده والغي كل حاجة واسيب بس السنة بالشكل ده. لو انا مش عايز اقارن البرودكت، انا كان قصدي اقارن الشركات، يبقى هلغي بس البرودكت من النيم واحط مكانها الشركات بالشكل ده. الفيجوالز الاضافية في باور بي اي كل يوم بتتحسن وكل يوم بيتم اضافة عدد من الفيجوالز اللي بتخليك تقدر تعمل تقرير او داشبورد دايناميك وشكله كمان مبهج. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.